أول شيء مرضت أخذوني على المشافي، ما خلوا مشفى ما أخذوني عليها. طبت شوي رجعت فتحوا جرياتي من الكعب. هلا خسرت 3 سنين قيادية القاضي، لا عمكم ولا عم القعود. لقيني جرياتي فتحات متقرحات في من جوز جريات. صار يعني هي المشكلة وضع كتير تعبان، وما منلاقي يعني مين إنه يعني حدا يتطلع فيها أو حدا مثلا يدعمنا بشي، مثلا حتى نحسن نعالجها. يعني حتى أنا ما تركت مشفى يمكن بالمحرر إلا أخذت عليه، وشفت يعني صعوبات كتير، يعني ما أدوية كتير عم تاخد وما عم تستفاد شيء. كتير عم يجاوني، كتير جريات عم يجاوني.